مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل، كل عام وأنتم بخير. نجدد التحية بشيخنا الفاضل الكريم ضيفنا النهاردة، فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي، مفسر الرؤى والأحلام. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا، كل سنة طيب. ربنا يبارك يا لك رب وجميع كده الأمة العربية الأيام الإسلامية كده. يا رب يا رب، الخير دايما واليمن والبركات يا رب. اللهم آمين. نستكمل بقى، تفضل. الناس فطرت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نستكمل، احنا اتكلمنا عن مكانة الرؤية، نعم، ناجي عند في القرآن وفي السنة وعند الصحابة تمام. والتابعين كمان، نعم تمام. طيب، هل الـ 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 الرؤية لها وقت معين؟ يعني مثلا عشان اعرف انها صادقة او كاذبة او ان دي رؤية ولا حلم، لها وقت معين؟ مثلا وقت الظهيرة او وقت قبل الفجر او كده؟ هو الرؤية في اي وقت رؤية، تمام، والحلم في اي وقت حلم، ليس له ميعاد معين. لا، أصل في ناس وليس بتقول لك إيه؟ قبل الفجر دي بتبقى لا، كذا. هو اللي كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي هو فهمه فهم خاطئ، إن الورد عن النبي كان عندما يصلي الفجر كان يوجه نفسه يقول من رأى منكم رؤيا فليقصها علي. ليه كان النبي يقول كده؟ لأن كان جاي النبي وكان الناس كلها جاية منين؟ من النوم. فعشان كده النبي كان بيسألهم، بس النبي ما قالش إن أصدق رؤيا في صلاة الفجر، ولم يتكلم واحد من أهل العلم قال إن أصدق رؤيا في وقت صلاة الفجر، مفيش كلام ده. والدليل على ذلك إن الرؤيا التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام رآها في وقت الظهيرة في الظهر، تمام، وكانت رؤيا ملها صادقة، يعني قولا واحدا ملهاش وقت معين. ملهاش وقت معين. تمام. مشاهدينا الكرام، أرقام هتظهر على أسفل الشاشة الآن، تواصلوا معنا، وأكيد أنتوا فطرتوا خلاص بقى عشان نكمل تفسير الرؤى والأحلام مع فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي. طيب يا شيخنا، يعني أنا مثلا أنا نفسي بنسى الأحلام، تمام، يعني نفسي مرة كده مثلا، وفي ساعات كمان يعني أفضل صحي كده أو أروح أكتب الرؤية عشان ما أنساهاش. إيه السبب يعني النسيان ده؟ إيه وليه وسببه إيه وعالجه إزاي؟ أولا، هناك ملك من الملائكة اسمه روحائيل، ملك. هذا الملك دي مخصص في علم الرؤى والأحلام فقط، بقصف الأحلام إلى العباد. هذا الملك لما يقصف الرؤية للعبد تختلف من واحد إلى آخر. في واحد يقوم لك من النوم كأنه الليل كله يحلم، ممكن يحكي لك 16 رؤية لا وبالتفاصيل والتفصيل الممل. وفي واحد سبحان الله زي محافظ قنا يا عادل لبيب، تقريبا شاف في منامه رؤية واحدة بس. ممكن إنسان يرى في أسبوع رؤية، وممكن إنسان يقول لك أنا في حياتي ما حلمت أبدا، بس هو محلم، لأن حتى علميا إن الحيوانات أعزك الله ما تحلم، الحيوان نفسه تمام. ميشوف في منام، بس رؤية الحيوان تختلف عن رؤية الإنسان. طيب، في واحد يتذكر رؤية بالتفصيل الممل، واحد ينسى الرؤية بتاعته، واحد يتفكر الجزء وينسى الجزء. إيه العلة والحكمة؟ لا يعلمه إلا علام الغيب، ده من عند ربنا، ما يتحكمش فيها العبد أبدا على الإطلاق، وما لها السبب من ضمن الأسباب، ما لهاش سبب معروف، ما لها سبب معروف. تمام، يعني ممكن عادي، يعني ما فيش مشكلة خالص نهائي. أنا قلت مثلا ممكن واحد يبقى في حاجات معينة، نعم، أعملها مثلا عشان ما انساش. فعلا أنا بنسى الحلم بطريقة، نعم، أنا كمحسن بنسى الأحلام بطريقة لا تتخيل، وممكن عشان أفتكر بقى أفضل صاحي أو أمسك ورقة وقلم وصورة أكتب. نعم فعلا بيحصل كده معايا فعلا، يعني مفيش حاجة لها معينة خالص نهائي. يعني ممكن حد يحلم بالتفصيل ممل كده، يقول لك انا لابس كذا وكذا وفيها كذا وبيفصص نفسه مش انا عارف. يعني متكلم ان واحدة سيدة اعمال كبيرة مشهورة جدا، والله ما تقول لك الرؤية في 45 دقيقة رؤية واحدة رؤية واحدة، اقسم لك بالله 45 دقيقة. لما انا متعب اجيب المحمول كده احطه قدام وافتح السبيكر خلاص مع نفسه وبالتفصيل ده وبالتفصيل. طب الوقت بقى بتاع الحلم ده يبقى كتير برضو كده ولا يعني سبحان لحظات؟ الله، قال لك علميا انت مشوف في المنام رؤيا، تسافر فرنسا، سافر المانيا، سافر بلجيكا، تركب القطارات، تقتل مش عارف ايه، قال لك الرؤيا لا تستغرق 19 ثانية. لا اله الا الله، 19 ثانية ما كملش نص دقيقة، ما كملش نص دقيقة، ما طولش كملش نص دقيقة، وانت تشوف نفسك انك انت قاعد الليل كله تحلم وا 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 والكلام ده. سبحان الله سبحان الله. شيخنا،
احنا قلنا ان طبعا اسباب النسيان رؤية خلاص. نعم. يعني ما فيش ايه، ما فيش اسباب معينة. تمام. وما فيش حتى كمان يعني ممكن ايه عشان نتذكرها برضو ما فيش. نعم. شيء معين. احنا قلنا في موضوع، في سؤال قواعد تفسير، يعني احنا قلنا ايه، في اسماء صح يعني. نعم. اسماء بالاسماء. نعم. وبالصفات في. نعم. حاجات تانية غير الاسماء. نعم. والصفات يعني مثلا ايه، اسم كذا مثلا كذا. تمام. ولا برضو زي ما قلت حضرتك بالحكمة والفراسة؟ لا، هناك مدلولات في علم الاسماء، كل حاجة لها رموز ثابتة، ولكن زي ما قلت لك بجانب الرمز ما يكون هناك شيء فيه الفراسة. تمام. بمعنى انت واحد بعض احيان بيقول لك على تفسير رؤية، وتفسير المنام ده فيه رمز من ضمن الرموز لابد يكون فيه الفراسة. زي اديك مثال ولله المثل الأعلى. مرة واحدة إحدى السيدات ما تسألني في إحدى المجلات المشهورة جدا عربيا، ما تقول لي رأيت في منام رؤيا، رأيت الفنان هاني شاكر وعمرو دياب يرقصان ويغنيان على المسرح، وفجأة وقع الفنان هاني شاكر مغشيا عليه. طبعا انت لو حبيت تفسر المنام هتفسر المنام على حسب الرموز. تمام. كلمة هاني وكلمة شاكر وكلمة عمرو وكلمة دياب ووقوع الفنان، وقوعه فقط. أيوة. لكن فين الفراسة؟ ما فيش فراسة. مفيش. فالفراسة هنا، ونعوذ بالله من ذلك. فقلت لها الرؤية تبين بأن الفنان هاني شاكر سيقع في نصيبة، وسيقع في أزمة، وسيقع في بلاء، وسيقع في محنة عظيمة جدا. وقد كان. وقد كان. بعدها بشيء وجيز جدا ابنته. توفيت ابنة الفنان هاني شاكر الله يرحمه. فلابد أن يكون المعبر برضو بجانبه، بجانبه لابد من حكمة وفراسة وبرضو. طب أستاذنا بقى أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيبة أم محمد. أو حضرتك طيب، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة وصحة والسلامة. الله يخليك. أنا عندي حلم صغير. فضلي. صغير ممكن عادي، حلم كبير مفيش مشكلة. لا صغير. اتفضلي. انا حلمت ان انا راح اجيب الهدوم من على الحبل، فلقيت سلايتي منشرين عليا والميه بتنضف جوه، فقعدت اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وكررتها كذا مره بس كده. يا ام محمد. نعم. انت في حد ظلمك يا ام محمد؟ هم ما تقوليش فلان ولا علان، قولي او لا بس. في حد ظلمها وفي حد افترى عليها. شكرا. كبير. شكرا ام محمد. اسمعينا من التلفزيون. والظلم ده حاجات ممكن تكون حاجات صغيرة بس كبيرة. انت بعرفش ان ممكن واحد يظلمك بان اللي يعني يتعمد ان ينشر خلق وينقض عليك هدوم. سبحان الله. ظلم. هكذا الناس، في ناس تعشق الظلم. لا اله الا الله. في ناس والله يا استاذ محسن والله ما ينفعش تنام على المخدة كده الا ما تأذي حد. الا تظلم احد. تمام. ده انا اديك امر عجيب جدا. اعرف واحدة سيدة. طب معلش اتفضل عشان بس في اكثر من اتصال. امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه امه الله. انا حضرتك طيب. اتفضلي. لو سمحت انا عندي رؤيه، اثنين رؤيه. عايزه رؤيه ولا هتقولي رؤيه؟ لا انا عندي، انا عاوزه تفسير لي اثنين رؤيه. ماشي اتفضلي. اتفضلي. انا في رمضان انا حاليا مخطوبه، وحلمت في رمضان ان في هاتف قال لي انت مش هتاخدي فلان على اسم خطيبك. دي اول رؤيه. الرؤيه الثانيه يا امه الله. يا امه الله. هو في خلاف، هو في خلاف بينه وبين خطيبك؟ في خلاف؟ لا ما فيش، بس احنا يعني بن في يعني حاجات بسيطه يعني عن الكريم والذهب والحاجات دي. تمام. كملي. قول رؤية الثانيه يا امه الله. والرؤية الثانية أنا حلمت برضك في رمضان إن أنا بقبله وفاجه. وهو حلم إن لا دقيقة. يا عمة الله يا عمة الله. هي مثال جبيد. أنت حلمت إنك أنت ما تقبليه فين؟ بقبله في وجهه. مش سامع والله. بتطبلي فين؟ وجهه في وجهه. بتطبلي ولا بتضربيه؟ لا مقبله. لا بقبله. قبلة. قبلة. ما انا كنت فاكر تطبيل. تقبيل. ماشي ما فيش مشكلة. حبصرك يا امة الله. شكرا يا امة الله. شكرا. طب ممكن تفسير هو حلم برضه هو بيا، ممكن اقوله؟ طب حلم عشان بس هو حلم انه بينتهي عليا، وبعدين فتح الباب بتاع الشقة اللي قدامه قال لي ادخل.
تمام، شكرا شكرا أمة الله، شكرا. هي عندها استعداد اقول الثالثه والخامسه والسادسه. لا يعني الحلاوه ان ايه، بعض الجماهير يعني بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يخليهم، يعني ان هم يعني برضه عاوز تفسير على مزاجه. صح ولا؟ اولا بحكم خبرتي يا أمة الله ان انا دلوقتي بقالي ساعتين اعرف الاحلام. ان شاء الله خير ان شاء الله. في الرؤيه الاولى لما يجي لها هاتف هاتف يقول انك انت مش هتاخد فلان، ده معناه ان هو هيكون في عند بينهم سوء تفاهم في امر من الامور. الرؤيه الثانيه ان هي لما تقبله وتقبله في الوجه يا ريت كانت قبلته في الفم افضل. القبله ايوه، ولكن هي لما تقبله في الفم في الوجه ده يدل ان هي دائما دائما سترى مميزاته وربنا سيخفي عنه عيوبه. يلا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ربنا ستره. الرؤية الثالثة جت، هو حلم ايه؟ انا مش متذكر الرؤية الثالثة. لا انا مش متذكر حلم هو ما هو حاجة، ما فيش مشكلة. المهم يعني ان شاء الله خير يا أمة الله وربنا يكرمك ان شاء الله. ابو مريم ممكن. السلام عليكم ابو مريم. كل سنة وانت طيب. عندي رؤية بس. طب كل سنة وانت طيب الاول. انا حلمت يا عم كل سنة وانت طيب الاول. في غنم كتير قدامي، فانا موديه في مكان. الغنم دي جت عدي من الباب، بقت اعدي واحده بواحده، فما جيت احط له الحشيش قدامه الا لما افتح شويه الحشيش هتلاقي قطه والده في قلب الحشيش. فجت اخر مره لقيت قطه اصفر بطل بطه وفجاه اختفى. تمام تمام، انتهى الحلم. انت هتضحي يا ابو مريم ولا مش هتضحي؟ لا الظروف ما تسمعش. ربنا هيكرمك وهيحسن ظروفك في يوم من الايام وهتذبح ان شاء الله يا ابو مريم. الله يصلح لك. والوسط الصغيره دي يا شيخ، ده يدل انك انت انسان محبوب وانسان مألوف، يحبك الكثير ويألفك الكثير من الناس. الله جل وعلا وضع لك المحبه والقبول في الارض. شكرا ابو مريم. الله اعلم. شكرا ابو مريم، كل سنه وانت طيب. معنا أمة الله واحدة تانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أمة الله كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب. تفضلي. تفضلي يا أمة الله. تفضلي يا أمة الله. لو سمحت كيف كنت أحلمت حلم إن أنا هنتزوج جوزي مرة ثانية، بس كنت سامعة صوت المأذون هو هيكتب الكتاب، فهنسأل أمي إذا كتب الكتاب مين؟ قالت لي كتب كتابك أنت وجوزي. تمام. قلت لها نحن متزوجين من 7 سنين. قالت لي ما هم يجددوكم جوابكم. سمعنا يا عمة الله، انت في خلاف بينك ومن جوزك؟ لا ابدا. قول الحمد لله، لان المنام يبين ربنا سيؤلف ما بينكم وسيحبب ما بينكم وسيقر ما بينكم الفكر، وربنا سيجعل بينكم اذا كان هو ان شاء الله برضو موجود، سيجعل بينكم انسجام وقبول وميول واستلطاف ومحبه وسرور. والله اعلم. شكرا أمة الله. شكرا أمة الله. شكرا. فيه معانا مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب وبألف خير والشيخ بخير وكلكم بخير يا رب. طيبه يا استاذه ايمان. ربنا يخليك. اتفضلي. من فضل حضرتك عايز اسال حضرتك سؤال. انا امبارح كنت في الفجر، صليت الفجر ونمت غفلت عينيا كده، لقيت على وشي كيس كبير وجواه زي، اما لقيت ابني جاي لي بجلابيه بيضة وقال لي امي انا شايفه من على وشي. لا هو ايه اللي على وشك؟ ايه اللي على وشك؟ كيس كبير بلاستيك وجواه كانه متوسخ بالزيت يعني. تمام. وقال لي يا امي انا شلته من على وشك، شاله من على وش ابني. ده ربنا هيزول عنك بلاء وسيزول عنك مرض، وربنا وربنا هيحفظك من اشياء كثيره جدا في الحياه. قول الحمد لله. الحمد لله. والله اعلم. ولقيته بيصلي، هل ربنا يتقبل منه ان شاء الله؟ ربنا هيجعله مطيع، وربنا هيتم له امر وامور كثيره جدا في الحياه. امين يا رب العالمين. اشكرك يا سيدنا الشيخ. تأمرين امر. شكرا مدام سور. شكرا. تفضل يا شيخنا. عالم الاحلام ده ممكن ربي يجيب لك امر من الامور يقول لك خلي بالك الامر ده لا تقدم عليه، ما عند ربنا كده. وممكن يجيب لك امر من الامور مخفي
مش معلوم وانت ما تعرفوش. مرة واحد من المرات بيسألني في تفسير منام وهو كان يعمل معي بوزارة الأوقاف، قال لي شفت في المنام اني ألبس تاج والتاج ده عليه تفاحة والتفاحة ده فيها اتنين من العيون وفيها لما أظهر في اللفظ الثقب، الثقب دي في حاجة معفنة. قلت له حسنك سؤال بس جاوبني بصراحة بما يرضي الله. قال لي قول. قلت له انت ما تفكر انك انت تتزوج على زوجتك من زوجة ثانية؟ قال اعوذ بالله، اعوذ بالله، انت مسخر جن ولا ايه؟ قلت له ليه؟ انا بقول لك كده بناء على المنام. قال لي الكلام ده صح بس في السر. سر ما تقولش لحد. قلت له اوعى تقبل هذا الزواج. قال لي ليه؟ قلت له هيضحكوا عليك وهينصبوا عليك. قال لي والله العظيم انا معايا جراد حيلتي، جراد عفوا فدان حيلتي، ومعايا اربع اولاد من المراه القديمه. قالت له والله، قال لي والله حماتي اللي انا هتجوز بنتها دي قالت لي ما اقول لك ايه يا محمد، انت تكتب الفدان باسم البنت عشان ربما مراتك واولادك يشعروا بالامر وبنت ايه؟ مأمن نفسك. يبقى مأمن نفسك مع مع مراتك. وفين تضحى منصب عليه؟ لا اله الا الله. والله اعلم. تمام. فيه واحدة كانت متصلة وبعدين رجعت لنا تاني. السيدة نادية السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب يا أستاذ محسن. كل سنة وأنت طيبة يا أستاذة. وكل سنة والشيخ إبراهيم طيب. ربنا يبارك لك طيبة يا رب كده ودايما كده بخير دايما يا رب. ربنا يخليك. طب هم حلمين بقى لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي تحت أمرك. الحلم الأولاني أنا حبيت إني شفت السماء كلها حمام جنب بعضه. اسود وابيض، يعني كل واحده شكلها جنبها واحده بيضه مرصوص كده. وبعدين بصيت كده وعليه وقلت ايه فرض اللون واحد ودايب علم مصر. ده الحلم الاولاني حضرتك. لا اخر حاجه ايه؟ اخر حاجه ايه؟ قلت فرض اللون ويبقى علم مصر. فرض اللون واحد ويبقى علم مصر. علم مصر. بس حضرتك هو الحمام ابيض. انا بصيت عليه قلت فرض اللون واحد يبقى علم مصر. تمام تمام. اتفضلي. هو ده الحلم الثاني؟ كملي. لا هو ده الحلم ده كده خلاص. انت مش هتقول رأيه تاني وكده خلاص انتهيت كده؟ ايوه لا هو الحلم ثاني. طب اتفضلي. طيب بقرا سورة ياسين اللي هي بقول ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم. تمام. دي واحدة. وبعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وهم رزقناهم الفقور. تمام. بس اشكرك. تمرين امر. خليك. اولا فسر في اتصال ثاني. لا 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 نفسر. اولا في الرؤيه الاولى موضوع الحمام هي انسانه مسالمه. ما تحبش الخلافات ولا ما تحبش المشاكل. تمام. عدد كبير بالنسبة لك يعني قلت الشيخ ما يحبش المشاكل ما يحبش ما كلها ما يحبش الخلافات وما يحبش المشاكل. صح. لا ده في ناس مغروزه في النكد. في ناس كده بتستمتع بال والله العظيم في ناس ما تحب النكد. ده في ناس والله العظيم ما تجيب شرطان او حاجات اغاني حزينه ما تشغلها عشان تبكي. واقسم لك بلا اله الا الله عشان مش عاوزه ان هي تفرح ولا تعيش في راحه ولا في سعاده. يلا خير. الشيء الثاني علم مصر دي رساله الى كل الامه المصريه والعربيه ان رب الله جل وعلا سينصر مصر رغم الحاقدين والحاسدين والمتآمرين. تمام. معنا اتصال باخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذه. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب والصحه والسلامه. من فضلك عندي حلم ممكن استعين بسيدتكم يا فندم حلم. اتفضلي. اتفضلي. انا ابني خاطب بس نعم. في دوشه بينه وبين خطيبته فانا استخرت ربنا وصليت الفجر واستخرت ربنا فامر هذا هل يتم زواجه منها ام يقف عند هذا الحد. تمام. فحلمت انا اصلا كنت شغاله محاسبه في مكتب تخليص. تمام. فصاحب المكتب قال لي تعالي يا اللي تعرفي في الاستماره المصرفيه. تمام. هو بيديها لي مقلوب عليها حبر. قلت له كده انت قلبت الحبر عليها ضيعت الاختام اللي عليها. تمام. ده كده انا مش هعرف يعني استغلها واستخدمها في الشغل. تمام. ادي الحلم كده. طب انا حسألك سؤال. اتفضل. بجانب المنام هو المنام واضح فسره لك انت لما قمت من النوم حسيت بايه؟ حسيت ان انا متحيره من امر الحلم. لا اذا كان في الاستطاعه انكم لا تقبلون هذا الامر للزواج
تتوكلوا على الله، لان موضوع مقلوب الورقه موضوع الاختام غير ظاهره معناه ان الامور هتكبر والمشاكل هتبقى عميقه، وان لو تم الزواج سيتم الطلاق. فدي رساله من الله انكم انتم تبتعدوا عن هذا الامر. شكرا، تمرين. ألف مليون شكر لإجابتك. يا رب يا ما يتحرمش منك أبدا. تمرين أمر. شكرا. ألف تمرين. سلام. ألف. شكرا. الأخت اللي هي قالت موضوع سورة ياسين وسورة البقرة، أول خمس آيات من سورة البقرة وأول ثلاث آيات من سورة ياسين. سورة ياسين دي ربنا هيحفظها من الحسد وسيحفظها الله من السحر. أول سورة البقرة ربنا هيحفظها من التزوير والنصب وأيضا من الحسد ومن تمام. السحر ومن المكر ومن الخديعة، والله أعلم. تمام. في معنا معلش بقى كنا فاكرين أخي الاتصال، فالناس برضو شغالة أي اتصالات. نعم. أستاذ برفد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبة. كل سنة وحضرتكم طيبين يا رب كده، وكل على عرفات السنة الجاية يا رب. جميعا يا رب، جميعا يا رب. ارفع عنا الوباء يا رب. يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي أنا من دايما بقالي كذا سنة، هو كان جارنا، كان ساكن جنبنا، بس هو توفى وهو عنده 34 سنة، وبقاله كتير ما يعني متوفي بقاله كتير قوي، بس دايما بيجيني في المنام دايما مش عارفة ايه السبب. دايما احلم بيه جارنا ده، هو متجوزنيش ولا حاجة، ده هو انا عايز اعرف يعني هو لما بيجيني في المنام اللي هو جارنا ده يعني بخاف برضه. ما انت انت ما حكيتش حاجه، احكي جالي يعني احكي رؤيه واحده بس، جالك يعني عمل ايه بالظبط، قال ايه؟ بيجي مش يعني بيجي ما بيقوليش حاجه، ان هو مش عاوزني، ان هو مش يعني ما بيشدنيش، مش عارف ايه كده. بس كده خلاص، ده يدل ان عمرك طويل، ستعيشين عمرا كبيرا، والله اعلم. طب واللي يحلم مثلا ان اختي حلمت ان هي هتموت، اختي حلمت كده وزعلانه قوي، وكذا مره تحلم ان حد بيموت وفعلا بيموت. لا، ما في فرق ان هي تحلم بحد ان هو هيموت، ده موضوع تاني. انما من الزباله، هي اسمعيني، اما من الزباله هي ده يدل ان ربنا سيمن عليها بمناسبه سعيده يا رب، والله اعلم. طب لما حلمت ان ابنها عاملين له يعني زي حفله كده وكل المعازيم لابسين اسود، الواد مات بعدها بكام شهر، بشهر ولا اثنين؟ لا اقولي تاني عشان ما تتوهنيش معاك ارجوك، بالراحه وعلى ما. حاضر. اختي حلمت ان في حفله قدام الجنينه بتاعت البيت بتاعتها، وكل المعازيم لابسين اسود، وهو العريس مش موجود. تمام. الواد مات بعدها بشهر ولا شهرين. لا حول ولا قوه الا بالله. هي خافت بقى لما حلمت ان هي اللي هتموت. لا اسمع، لا هي ملهاش علاقه بها، هي اسمعينا من التلفزيون عشان هقول بعض العناصر في علم الروايه. شكرا والأحلام. شكرا استاذ مرفت، شكرا، متشكرين جدا. بعض احيانا ناخد ام محمد، معلش ما تخليك بس فاكر السؤال. لا. ماشي. لا قول بقى، رد انا بام محمد. بعض احيانا يكون كل واحد ليه رمز معين ليه خاص به هو، يعني هي شافت ايه؟ شافت المعازيم وشافت كذا ولابس اسود ومات، دي الرمز ده خاص بها هي. لو شافت مثلا فرح او معازيم ولبس كده يدل ان حد حيموت، بس هذا لا يعني اي واحد تاني يشوف الرؤيا يقول في حد حيموت، وانت خش بالك انت. يعني موضوع المده، يعني لو انا شفت حد ميت بقى اصلا. لا ده موضوع المده كبير قوي وطويل جدا ويحتاج شرح عميق. كده يعني انا شفت مثلا، لو انا شفت والدي مثلا توفي، هو متوفي بس شفته في الحلم. ما هو شفته اخذ منيك، خد منك حاجه؟ لا لا، ولا اداك حاجه؟ هو ولا جاي لابس نقول الحلم مش مشكله، اقول الرؤيا. لا هو حلم، الله على المرأة. طب نستنى بس يا ام، معلش يا ام محمد، عشان الحلم ده بتاعنا. معلش بقى، معلش يا ام محمد بقى. المؤمن ابن الاصغر كان رايح في المدرسه وماشي كده، يعني ايه، مش معلي راسه، ماشي كده موط راسه تحت كده، فصد في مين؟ في والدي. تمام. قال له يا ابني ارفع راسك فوق، انت عامل كده ليه وانت ماشي؟ تمام. ده جزء من الحلم، خطف كده. قال لي مين؟ قال لك انت؟ مؤمن ابن الصغير. ده هيكون ليش انا عظيم جدا. تمام. بعد كده مش عارف طلعنا بره المدرسه او حاجه او كده، ماشيين في الشارع كده، فلقيت والدي بيقول لي، جاله شد وانا بفكه له. تمام. فاثناء شد وانا بفكه له شد ده، شفت فخذه،
يعني ما كانش لابس سروال. تمام. ممكن لابس شورت صغير بس مسامة يعني. تمام. شفت قصبة رجله كده يعني. تمام. ده كل اللي تذكره من الحلم يعني. ده يدل ان والدك في اجر وفي ثواب وفي دعاء وصل اليه منك انت، والله اعلم. اما مؤمن له شأن كبير وشأن عظيم ودائما حرف على رفع راسه. اللهم امين يا رب. اللهم امين. معلش بقى ام محمد، ام محمد معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد كل سنه وانت طيبه. يا ام محمد ماشي. مشاهدينا الكرام اللي هيتصل يوطي التلفزيون شويه ويسمعنا. معانا الاستاذه هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه يا استاذه هبه. وحضرتك طيب. اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ محمود. اتفضلي يا استاذه هبه. اتفضلي. لو سمحتي يا شيخ، انا اختي كانت حلمت بوالدتي ان هي قاعده، هي والدتي متوفيه، قاعده على الكنبه كده وحواليها ناس وهي عماله تتكلم معاهم وتضحك وكده، وهي كانت اختي بتنشر وراحت وقفت فضلت تبص لها وفرحانه ان امي قاعده معاها يعني. هي ام ان هي امي متوفيه يعني. امك متوفيه. دي رسالة لك من الله إن أمك في مكانة عظيمة عند رب العالمين. والله كلمة تانية يا شيخ. تفضلي تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت إن أنا وجوزي رايحين يعني بنلف في محلات ملابس وفي حاجات عجبتنا وجبتها وكده، وفي فستان عجبني وكنت خايفة يكون ضايق عليا أو حاجة وقفته وكان شكله جميل وقعدت ألف بيه وأنا مبسوطة وكده، بس كمه كان قصير شويه، هو كان الفستان نفسه طويل قلت هقصره سنه بس كمه قصير، فانا قلت كده في نفسي هبقى البس تحته جوانتي او منسم او كده. انت معاك كام ولد؟ لا انا ما فيش اولاد. سيمن الله عليك بالولد. ابشر وقود. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. صفار يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. هو لو في احلام كتير الحمد لله حضرتك فسرتها لي، ان امك الحمد لله متنعمه وكذا حلم تيجي ان في مكانه كويسه وكده، لو جه حلم وتفسر ان هي محتاجه دعاء وصدقه، طب ازاي يا شيخ الواحد يجمع بينهم؟ يعني هي في مكانه طيبه ولا محتاجه مثلا دعاء وصدقه؟ هو او إن يعني ربنا لما يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله، ربنا يقول لمين؟ للنبي. يا ايها النبي اعمل ايه؟ اتق الله. مش معنى ذلك انه خالي من التقوى، ولكنه معناه انه يتق الله يتزود في الطاعه. فلما الأم تايب محتاجة دعاء أو محتاجة صدقة أو ما شابه ذلك، هي تريد أن تصل إلى منزلة أعلى مما هي عليها الآن. يعني هي في مكانة، لا ده تريد أن تصل إلى مكانة أعلى، وهكذا والله أعلم. تمام يا شيخنا. في تصلوات الأستاذة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين. كل سنة وسلام. كل سنة طيبين. اتفضلي بس وطي وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا زينب. ماشي حاضر. اول حلم انا حلمت اني راح اجيب النتيجه، وجيت بابازا قاعد على كرسي وبيقول لي اسمك يا رب تقول زينب عبد الفتاح، راح قال لي مش هجيبها لك غير بواسطه ابوك يعني. قال لي انا اعرف الكلام ده كله. راح قال لي خلاص ماشي، اداني النتيجه بتاعت 4 سنين اولى وثانيه وثالثه ورابعه، انا في جامعه حاليا. وراح لقيت نسبه نجاح ثالثه 91% و8 من 10، وبتاعت رابعة 94% و81%. هو أبوك شغال إيه؟ أبوك شغال إيه يا زينب؟ معاه كافيتيريا كافيه. ده يدل إن ربنا هيجعل لك التيسير والتوفيق في حياتك، ولكن بشرط أن تأخذي رضا والدك. يعني تكون مطيعة لأمك، عفوا لوالدك، لأن برضا الآباء الله جل وعلا يصلح الأبناء، والله أعلم. تمام. شكرا شكرا شكرا. الوقت عدى بسرعة. نعم. وكان وقت جميل جدا وممتع، ويعني ولسه والله في اتصالات دلوقتي بس خلاص. نعم. يعني في برنامج بعدنا. تمام. يعني في اتصالات كتير لسه شغالة. نعم. بس احنا نعتذر لمشاهدينا الكرام، والله في برنامج بعدنا على طول. تمام. يعني مبسوط جدا ان كنت معاك النهارده يا شيخ. نحن اسعد والله هي بجد، ويعني استمتعت بجد يعني. خدت بقى التجربه مع حضرتك. مفيش قلق بعد كده ولا حاجه. شرفني وسعدني والله حبيبي. شكرا جدا الشيخ ابراهيم. الشيخ ابراهيم حمدي مفسر الرؤى والاحلام. تشرفت بحضورك النهارده، وكل عام وانتم بخير. صحه وسلامه يا فندم. مشاهدينا الكرام، متشكر جدا واشكر حضراتكم لحسن متابعتكم، والى ان التقي بكم في حلقات اخرى ان شاء الله تعالى بعد عيد الفطر المبارك، بعد عيد الاضحى المبارك. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.